قمة جمعت أكثر من 100 زعيم وقائد. الأهداف حددت لمواجهة ما يشهده المناخ من تغير ولتقديم ما يتوجب من حلول. الدول المشاركة في كوب 27 أعلنت تكاتفها للالتزام بحماية الغابات، فقد أطلقت أكثر من 25 دولة مجموعة لمساءلة بعضها البعض بشأن التعهد بإنهاء إزالة الغابات بحلول عام 2030، معلنة عن ضخ مليارات الدولارات لتمويل جهودها بهذا الصدد. جانب آخر من تعهدات الحماية البيئية أعلنت عنه بعض الدول، ومنها السعودية التي وضعت هدف لتحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وإذا كانت القمة مناخية إلا أن الصبغة السياسية كانت حاضرة، فالمستشار الألماني أولاف شولز قال إن هجوم روسيا على أوكرانيا جعل التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ضرورة سياسية أمنية، معلنا عن رفضه أي إنعاش لموارد ذلك الوقود. Russlands brutaler Krieg gegen die Ukraine stellt die europäische يجب عدم حصول إنعاش عالمي لمصادر الطاقة الأحفورية، وأؤكد بأنه لن يحصل ذلك في ألمانيا أيضا. من الواضح لنا أكثر من أي وقت مضى أن المستقبل هو لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. ومن بين التوصيات المتزامنة مع انعقاد القمة، فقد أفاد تقرير دولي بأن الدول النامية بحاجة إلى تمويل خارجي بقيمة تريليون دولار سنويا للعمل على تفادي الآثار السلبية لتغير المناخ، تمويل يهدف وفق التقرير إلى خفض الانبعاثات وتعزيز المرونة واستعادة الطبيعة والأراضي في الدول النامية ككل.